رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي الحلقة 14 من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وعنوان الحلقة بين العقد والعرس 8 نصائح. لما أنهينا في الحلقات الماضية حديثا عن العقد، بقي لكم عندي دين. في الفقرة الأخيرة كنا نتحدث أن العقد الصحيح يترتب عليه 7 أمور، ما إن تبادلنا بألفاظ العقد زوجني ابنتك زوجتك إلا ترتبت آثار 7 على هذا العقد. الأثر الأول حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والأثر الثاني وجوب المهر المسمى، والثالث وجوب النفقة، الرابع وجوب طاعة الزوجة زوجها، والخامس ثبوت حرمة المصاهرة. يعني ما إن قلت له زوجني ابنتك فقال زوجتك، صارت أمها كأمك حراما عليك، صارت أم الزوجة حراما عليك، صارت محرمة عليك على التأبيد بالمصاهرة. والأثر السادس ثبوت نسب الأولاد من الزوج. لو ولدت هذه الفتاة بعد 9 أشهر من هذه الكلمة فهذا الولد ولدكما، لو ولدت بعد 8 أشهر أو بعد 7 أشهر، والأطباء الآن يقولون أقل مدة الحمل 6 أشهر، وكذلك الفقهاء، هذا الولد ولدك. ثبوت نسب الأولاد من الزوج. والحكم أو الحق والأثر الآخر السابع والأخير ثبوت حق الإرث بين الزوجين. لو أن زوجا من الزوجين مات بعد العقد بيومين أو 3، قدر الله أن يحدث هذا الأمر لا سمح الله، فإنهم يتوارثان فيما بينهما. هذا كل شيء أردت أن أحدثكم به عن العقد. والآن سنأتي إلى أمر مهم جدا ومرحلة مهمة جدا في الزواج، وفيها يحصل أمور خطيرة، هي الفترة بين العقد والعرس. نحن أيها الإخوة وأيتها الأخوات كما ترون نمشي في الزواج أولا بأول. كنا تكلمنا عن دعوة الإسلام إلى الزواج، ثم عن حكم الزواج، ثم عن دوافع الزواج، ثم عن التأهيل النفسي للمتزوجين، ثم اختيار الزوجة، ثم اختيار الزوج، ثم مضينا إلى الخطبة، ثم دخلنا في العقد. الآن أنت عاقد، يعني زوج في الشريعة، لكنك في العرف عاقد، أنت لم تأتي ليلة العرس. الآن هناك فترة بين العقد وبين العرس، ماذا يفعل العريس والعروس الزوجان مع بعضهما في هذه الفترة؟ الآن فترة مهمة جدا بين العقد والعرس، ولي معكم 8 نصائح. النصيحة الأولى ألا تطول هذه الفترة. نصيحة، لا تطل فترتك بين العقد والعرس، وأنت لا تطيلي هذه الفترة، اجعليها معتدلة، لا هي قصيرة جدا ولا هي طويلة جدا. أحيانا طالب جامعي في السنة الأولى في الجامعة يعقد على فتاة،
تقول أنت متى العرس؟ يعقدان، يقول زوجني ابنتك زوجتك. تقول متى ستتزوج؟ يقول والله بس أتخرج من الجامعة إن شاء الله، ثم أعمل اختصاص سنتين، ثم أذهب إلى الخدمة العسكرية سنتين، ثم إن شاء الله أؤسس مشروعا وعملا، بعد هذا سأجري العرس. يعني كم سنة هذه السنوات؟ صارت 10. الله أعلم بعد سنتين من هذه السنوات العشرة سيطلق. النصيحة ألا تطول الفترة بين العقد والعرس. هذه زوجتك، لعلك لا تصبر عنها كل هذه الفترة، أو هي لا تصبر عنك، ولعل أحداثا كثيرة تحدث ربما توقع بينكما شجارا وخلافا. إذا كانت في بيتك ستختصر أنت كثيرا من هذه الأمور، لكن إذا كانت في بيت أهلها سيكون هناك تدخلات كثيرة، خاصة في العائلات الكبيرة والتي يتدخل فيها الجميع. هناك عائلات إذا خطبت منهم ابنة، العمة لها رأي، والخالة لها رأي، والجدة لها رأي، والأخت لها رأي، والأخ له رأي، والعم يتدخل، وابن العم يتدخل، 50 رجلا وامرأة يتدخلون في قضاياك. تقول العمة: ماذا اشترى لك خطيبك؟ هل أخذك معك إلى المطعم؟ إلى الآن ما جاب لك فستان جديد؟ مرضت أمك، لماذا لم يزرها؟ لماذا لم يحمل بيديه كلتيهما شيئا من الهدايا؟ لابد أنه بخيل، أنصحك أن تتركيه. العمة تقول شيئا، والخالة شيئا، والجدة شيئا. أنا أنصح الفتيات أن لا يسمعن إلى هذا الكلام أولا، وأنصح الشباب أن يختصروا ما استطاعوا هذه الفترة. النصيحة ألا تطول. بالمقابل هناك أسر العريس، هناك عائلة العريس، الكل يتدخلون، الأخ والأب والجد. أين زوجتك؟ لماذا لم تأتي إلى هذا الحفل الذي صنعناه؟ لماذا لم تساعد أخواتك البنات؟ لماذا مرضت أختك أو جاءت بمولود لم تذهب إليه؟ لقد جاءت إلينا قبل أسبوع، لم تضحك في وجه أختك، هل هي لا تحبها، لا تريدها؟ يحصل شجار. أنصحك، النصيحة الأولى، ألا تطول الفترة بين العقد والعرس. النصيحة الثانية، الاعتدال في الزيارة. أنت ستزور بيت عروسك، بيت أهلها، كم مرة في الأسبوع؟ الاعتدال مناسب. بعض الشباب يقول: يا أخي الحمد لله كتبنا الكتاب، كل يوم فطور وغدا وعشاء في بيت أحمى، كل يوم من الصباح إلى المساء، يأتي من شغله الساعة 6 مساء فورا إلى بيت الأحمى، يطعمونه ويسقونه وربما يكسونه وهو الرجل جالس في بيت الأحمى. الحق يا أيها الأخ، أنت زوج لك هيبة ولك مكانة ولك سمعة ولك اسم ولك شخصية. إذا زرت أول مرة، عمك سيفتح لك الباب ويقول: أهلا وسهلا، شرفتنا، نحن في انتظارك، كم أنت كريم علينا. فإذا زرت في اليوم الثاني مباشرة سيقول لك: أهلا وسهلا، والله أنا أسر برؤياك. فإذا زرت في اليوم الثالث سيفتح لك الباب ويقول: أهلا وسهلا، راقبوا أن العبارات تقل. فإذا زرت في اليوم الرابع سيفتح الباب ويدخل إلى الغرفة دون أن يقول: أهلا وسهلا. في اليوم الخامس سيبعث ابنه الصغير يرسله يقول: روح افتح لهذا القادم إلينا. في اليوم السادس ربما لا يفتحون لك الباب. أنصحك أن تكون معتدلا في زيارتك. قالوا: أقلل زيارتك الصديق. صديقك المصادق، حبيبك القريب، أقلل زيارته. أقلل زيارتك الصديق، يراك كالثوب استجد، كلما رأك يراك بشيء جديد وبأبهة جديدة ويفرح برؤياك. أقلل زيارتك الصديق، يراك كالثوب استجد، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. كل يوم أنت تأتي إليه يمل منك، تفقد احترامك وهيبتك. وقد قالوا: غب وزد غبا، يعني زر بيت أحماك، زر زوجتك في بيت أهلها مرة وغب أياما عنها حتى تشتاق هي وتشتاق أنت، حتى يشتاق لك عمك وتشتاق لك زوجة عمك، حتى تبقى عليك مكانتك وهيئتك وهيبتك. غب وزد غبا، تزد حبا،
فمن أكثر الترداد أضناه الملل، ستمل. لذلك أنصحك بالاعتدال في الزيارة. ثم انتبهوا أيها الشباب، ولا بأس والنساء يسمعن الآن، زوجتك بعض الشباب إذا خطب أو إذا عقد يقول يا أخي والله أنا أتمنى ألا أزورها في كل يوم لكن لا أستطيع، يعني هو في هيام وفي عشق وغرام ما يستطيع أن يغيب عنها أكثر من يوم، يقول والله ما بستطيع أنا، ويخبرها مرة بمرة. الآن وسامحوني، إذا رأت زوجتك منك هذا التعلق الشديد ربما استغلت هذا التعلق لتحكمك يمينا أو يسارا. كن معتدلا، نحن نحب أزواجنا ونحن نكرم زوجاتنا، وزوجتي عندي ملء العين والبصر لكن الإدارة للزوج. أنا أتفاهم معها وأتشاور معها لكن هناك ضوابط ترعاني وترعاها وتحكمني وتحكمها. وأنا أرجو من الأخوات الفتيات أيضاً ألا يستغللن هذا الشيء في الذهاب بالزوج نحو اليمين أو نحو اليسار ويبقين في مكانتهن الرفيعة. وأحياناً بالعكس الفتاة لا تصبر عن زوجها. أنا أنصحك أن تكوني معتدلة. والحق يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات يا أيها المشاهدون، إنه لا يستحق أن تملكه قلبك كله إلا الله. لا تملك قلبك إلا لله، لا لزوج ولا لزوجة ولا لابن ولا لابنة ولا لأخ ولا لأخت. أنا أحب كل هؤلاء لأنهم عباد الله تعالى ولأن الله يحبني أن أحبهم، لكن قلبك لا تعطيه إلا لله. حدث مرة أن رجلا ولد له ابن أحبه حبا شديدا، وكان هذا الرجل صالحا، تعلق قلبه بابنه. لما بلغ ابنه سن العاشرة جرى له حادث سيارة فمات. الأب كاد أن يفقد صوابه، كاد أن يذهب عقله، كاد أن يجن، تعب تعبا شديدا، لقد فقد محبوبه الكبير ابنه. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة 14 في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وكان عنوان الحلقة بين العقد والعرس نصائح 8. النصيحة الأولى كانت ألا تطول الفترة بين العقد والعرس، والنصيحة الثانية الاعتدال في الزيارة إلى بيت العروس. الآن النصيحة الثالثة عدم التأخر ليلا في الزيارات. يعني إذا زرت بيت حماك بيت عمك لا تتأخر إلى ساعة متأخرة في الليل. بعض الشباب يذهبون مثلا الساعة 10 ليلا، ينتهي عمله في 9:30 يذهب الساعة 10، طيب ثم تراه يبقى عند بيت عمه إلى الساعة 2 ليلا، 3 بعد منتصف الليل، 4 فجرا، هذا مزعج يا أيها الأخ. لعل عملك أنت يبدأ صباحا في الساعة 10، لكن عمك والد العروس يبدأ عمله في الساعة 6 صباحا، أنت أتعبته إذ بقيت في بيته إلى 4 أو 3 أو 2. ثم راعي أنك موجود في حي، في أعراف، في جيران. يعني تخيل أن يخرج شاب لا يعرف من بناء، الآن الجيران لا يعرفونك معرفة كاملة أنك زوج لهذه الفتاة، لم يعرفك الجيران كلهم، أنت تخرج في الساعة 3 بعد منتصف الليل، لو رآك جار سيقول من أنت؟ أين كنت؟ ربما بعد أيام يلتقي بعمك يقول يا أخي هناك شاب يخرج من بيتك في الساعة 2 ليلا أو 3 ليلا أو 1 بعد منتصف الليل. يعني كن مراعيا للآداب والأعراف العامة. لا بأس هي زوجتك وأنت تحبها وتريدها، لكن ما عليه إذا زرتها من 10 إلى 11 إلى 12 يا أخي ومضيت. ما عليه إذا زرتها يوم الجمعة عصرا الساعة 5 عصرا وبقيت إلى الساعة 8 مساء أو 9 مساء، يفرحون بك ويتمنون لو جئتهم مرارا وتكرارا.
هذا متعلق بالزيارة، عدم التأخر ليلا، ومتعلق بالهواتف. والله يا أيها الإخوة، حدثتني أم لفتاة قالت خطيب ابنتي، يعني العاقد على ابنتي، يعني زوج ابنتي، هذا صار اسمه زوج ليس خاطب، الخاطب وعد بالزواج، أما الذي تبادل ألفاظ العقد صار اسمه زوجا. قالت زوج ابنتي هو عاقد ما صار العرس. قالت يا أستاذ، في كل يوم الساعة 12 ليلا يتصل بابنتي ويبقى حتى الساعة 4 صباحا. عجيبة هذه الأحاديث التي لا تنتهي، 4 ساعات كل يوم كل يوم كل يوم. انزعج الأهل، وليس مناسبا في حقك أن يمسك عمك بيدك ليقول يا ولدي أرجوك لا تتصل بعد اليوم، هذا مزعج. وبعض الإخوة ربما تزوج اليوم أو عقد اليوم فاشترى جوالا لزوجته وقال خلاص نتكلم ما شئنا، ثم تأتي فاتورة الجوال بآلاف الليرات السورية. كن معتدلا، خير الأمور الوسط، لا نريدك أن لا تتكلم أبدا مع زوجتك، ولا نريدك أيضا أن تكون بطريقة غير مقبولة وغير يعني مرضي عنها في العرف الاجتماعي. النصيحة الرابعة أيضا الاعتدال في الخروج معها، يعني يطلب الشاب ويحب الشاب أن يأخذ زوجته ليذهبا معا إلى مطعم من المطاعم، إلى نزهة من النزهات، إلى بيت أهله، يعرفها على أفراد أسرته. الآن أحيانا والد الفتاة أو والدتها لا يرضون، هذا خطأ من والد الفتاة ومن والدتها. دعي ابنتك تذهب مع زوجها إلى بيت أهله، تتعرف على أفراد أسرته. يا أختي دعيها تذهب معه إلى مطعم، ما المشكلة؟ إلى نزهة، يريد أن يشتري لها شيئا من السوق، اتركيهم. أحيانا بعض الأمهات تلازم ابنتها، تقول رجلي على رجلة، تذهب هي أذهب أنا، حتى لو جلس معها على طاولة في الحديقة، في حديقة عامة أو على كرسي في الحديقة العامة، ستأتي الأم لتجلس بينهما. أنت تزعجينهم، دعيهم زوجان هذان. لكن أنا أريدك أيها الشاب أيضا أنت أن تكون معتدلا في خروجك مع هذه الفتاة، وواضحا مع أهلها أين أنتما ذاهبا. الآن النصيحة الخامسة في الفترة بين العقد والعرس، كن صادقا معتدلا في الهدايا. ماذا أهدي مخطوبتي أو المعقود عليها زوجتي خلال فترة العقد؟ هذا أمر مهم. أحيانا الشباب يندفعون، يعني هو يكون قد جمع مبلغا من المال لزواجه، ما إن عقد العقد هو يحب زوجته ويرعاها، يحمل لها الهدايا الثمينة والنفيسة والكبيرة، الذهب والفضة. الفتاة تعتقد أن زوجها يملك والحمد لله وسيأتيها طيلة عمره بمثل هذه الهدايا. الواقع العملي هو لا يفعل، هذه الهدايا فقط في فترة العقد، حتى إذا تزوج لو قلنا له ائتها بوردة ثمنها 10 ليرات يقول والله ما بستطيع، ما عندي مجال. أنت في الأصل كن معتدلا، احمل هدايا تستطيع أن تحملها. إذا كنت موظفا اجعل هديتك مقبولة بسيطة تتناسب مع عملك، حتى تقدر أيضا هذه الفتاة ما تعمله أنت. والحق أن زوجتك ليست مكترثة جدا بما تحمل من متاع، لكنها مكترثة جدا بحسن أخلاقك معها وبحسن عاطفتك لها وبرعايتك لها. اهدي زوجتك أشياء معتدلة، لا تغالي في الهدايا. بالمقابل لا يأتين زوج إلى زوجته طيلة فترة العقد لقد نجحت هذه الفتاة، لقد مرضت وعافاها الله تعالى، لقد مثلا ترفعت في عملها رتبة، كل هذه المناسبات مرت ولا يأتيها بهدية أبدا. هذا رجل أيضا بخيل وشحيح. يعني ائتي لزوجتك بهدايا لكن كن معتدلا بها، خير الأمور الوسط. النقطة السادسة العلاقة العاطفية. الزوج والزوجة كلاهما
لابد أن يقدما لليلة العرس من فترة العقد. الكلمة اللطيفة والجميلة والحنونة تدخل في موضوع العاطفة النبيلة الجيدة. المطلوب منك أيها الشاب أن تعرها اهتماما. المنظر الحسن في ثيابك وفي عنايتك بشكلك أو كذلك الأمر للفتاة مطلوب العناية، وهذا يؤدي إلى نماء العاطفة بينكما. اللمسة الحنون والمصافحة والتربيت على الكتف ومسح الرأس وشكر هذه الفتاة مطلوب منك أن تقدمه لتهيئ نفسك وتهيئ زوجتك أيضا لليلة العرس. الاقتراب منها، وإذا كانت هناك أمر مناسب إذا قبلتها أيضا هذا مطلوب، لأنك تمهد الآن لليلة العرس. هذا أمر مطلوب شرعا ومطلوب حياة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى زوجاته بهذه الطريقة. قال: كانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا شربت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فتتبع مكان فمها، من أين شربت السيدة عائشة، فيشرب من نفس المكان. راقبوا هذه الزوجة التي تشاهد زوجها بهذه الطريقة. العلاقة العاطفية مطلوبة، مطلوبة منك أن تقدمها لزوجتك، وأيضا مطلوبة منك أنت أيتها الفتاة أن تقدميها لزوجك في فترة العقد. يعني لو اقترب منك زوجك ووضع يده على يدك لا تسحبي يدك، هذا زوجك. لعلك أنت لعفتك وطهارتك لم تألفي هذا الأمر، لكن الآن الزواج حياة جديدة. إذا جاء زوجك ووضع يده أو يدك في يده، يعني نقول نحن في العامية أنه أنجزها، وفي الإنجليزية يقولون إنجيج، يعني أنجز، يعني أمسك يدك ووضعها في يده، لا تسحبيها. هذا زوجك، هو يحب أن يمشي معك في الطريق وأنت زوجته، وزوجتك تحب. ربما يكون الشاب ماشيا في الطريق مع زوجته، تأتي الزوجة وتضع يدها في يده فيقول لها ابتعدي عني. لماذا ابتعدي؟ هذا زوجك وأنت زوجته، وهو ينمي الحالة العاطفية بينكما. لابد أن يراعي الشاب الحالة العاطفية وكذلك الفتاة في فترة العقد، تمهيدا لليلة العرس التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. الفقرة قبل الأخيرة: أيها الشاب، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف بها أهلها. أحيانا أنت تقول لزوجتك أريد أن أخرج معك الساعة 12 ليلا، تقول والله حتى أسأل أبي. يقول لها الزوج: أنا الآن زوجك، هو كان أبوك، الآن أنا زوجك والأمر لي. أحرجتها يا أخي، ماذا ستفعل هي؟ هي بين نارين الآن، تلتزم أمرك أو تعصيه، تلتزم أمر أبيها أو تعصيه. لا تخرجها. إذا قالت لا تحرجها، إذا قالت أريد أن أستشير أبي، قل طيب إذا وافق أبوك نخرج إن شاء الله، ترتاح زوجتك. أحيانا تقول لها: أنت اتصلي بي الساعة 1 ليلا، أو اتصلي بي الساعة 1 ظهرا. تقول لك: والله أبي لا يحب أنا أن أتصل بالآخرين، ممكن أنت أن تتصل بي؟ تقول: لا لا، أنت تتصلين. يعني لا تحرجها بأمر تخالف به أهلها فتوقعها بين نارين. هذه نصيحة سابعة. النصيحة الثامنة والأخيرة، وهي على درجة بالغة من الأهمية: ماذا يتحدث العاقد مع زوجته خلال فترة العقد؟ يعني نحن نجلس الزوج مع الزوجة خلال فترة العقد، ماذا يتحدثان؟ ما الأحاديث؟ ما الذي ينبغي عليك أن تخبرها به أو هي تخبرك به خلال هذه الفترة، الأشهر الستة أو السبعة أو السنة؟ هذا موضوع مهم، حتى لا نأتي عليه سريعا سأرجئه إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قد غادي.
كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكان يضم الزوج.